سلام اخوان اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم جيت ندير معكم واحد الشوربه زوينه بزاف. البرد ديال الصدر كتسخن في هذا البرد ان شاء الله، زوينه كتصلح للوليدات الكبار والصغار. الشوربه ديالنا مكونات ديالها بسيطه وصحيه، يمكن الناس ما كيستعملوهاش بزاف، ما كيتداولوهاش، وقيلا القرعه الحمراء اغلبيه ديال الناس كيستهلكوها غير في الكسكسو، مع انها عندها فوائد كثيره 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 بزاف. القرعه الحمراء فيها بزاف ديال الفيتامينات، غنيه بالسيلينيوم. الناس الوليدات اللي عندهم ديدان في البطن يعني مزيانه ليهم، كتردك الديدان. الناس اللي عندهم كوليسترول مرتفع حتى هي كتقلل نسبه الكوليسترول. كذلك فيها فيتامين ا كتصفي الذات يعني كتحارب الخلايا السرطانيه. القرعه كما كنعرفوا كتحيد حتى الحساسيه الجلديه، يعني الناس اللي عندهم التهابات جلديه، اللي عندهم حروق، اللي عندهم، فالقرعه الحمراء راه مزيانه ليهم. فيها فيتامين او، فيتامين سي، فيتامين بي، غنيه بالحديد، بالاملاح المعدنيه، كترفع مستوى الايموغلوبين، يعني كتليق الناس اللي عندهم فقر الدم. فالقرعه الحمراء زوينه بزاف. هادشي علاش خصنا نوظفوها في المائده ديالنا على الاقل واحد 3 ديال المرات في الاسبوع. فالوليدات الصغار ولا حتى الكبار كيعكزوا عليها، يعني كتلقانا كناكلوها غير في الكسكسو. داكشي علاش ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الشوربه اللي هي كتجي زوينه لذيذه خفيفه، كتوجد دغيا، يعني تقدري تنوضي في اي وقت كتوجديها دغيا كتحطيها. المكون الثاني اللي عندنا معنا في الشوربه فهو الصنف الثاني من القرعيات، يعني بالنسبه هذا سلاوي، ولكن سلاوي حتى هو راه كيعتبر من انواع ديال القرعيات، نوع ديال القرع، يعني كلهم بجوجهم كيتسموا اليقطين. فسلاوي حتى هو باش زوين، خالي من الصوديوم، فيه الياف، هو مضاد للاكسده، يعني سلاوي لشتوي قطعناه بكري وحطيناه راه كيولي كحل، كيبرد الحراره ديال الجسم. يعني الناس اللي عندهم اللي كطلع لهم سخانه ولا بحال الوليدات تقدروا تحكوه ديروه مع الليمون يشربوه، راه مفيد بزاف وكيحيد ديك البروده اللي كيحيد ديك الحراره اللي كتكون مرتفعه بالذات. وباش زوين هاد النوع ديال القرعيات، لا سلاوي لا القرعه الحمراء، راه باش زوينين انهم هما كيتاقلموا مع الجو، يعني ملي كتكون درجه الحراره في برا بارده هو كيعطي السخونيه للذات، وملي كتكون درجه الحراره مرتفعه كيبرد الجسم. المكون الثالث عندنا الكرافس. الكرافس الاغلبيه الناس كيديروه غير في الحريره، قليل اللي كيستعملوه هكذا في الطياب ديالو ولا كينسم به. الكرافس غني بالبوتاسيوم، يعني حتى الناس اللي عندهم بروستات راه مزيان ليهم الكرافس، غني بالمغنيسيوم، فيه بزاف ديال فيه كيسكن، يعني كيسكن الالام، يعني الا عندكم الم ديال المفاصل، الم ديال الركاب، يعني هو بحال قلتي بحال اونتي انفلاماتوار، يعني زوين زوين صراحه بزاف. وعندنا هنا جوج ديال البصيلات، كلنا كنعرفوا الفوائد ديال البصله، يعني غنيه عن التعريف. وعندنا غادي نديروا واحد 3 ديال الدريسات ديال الثومه، غادي نديروا الماء يسخن ونقطعوا الخضره، ديروها تسلق وندوزو نشوفوا كيفاش غنكملوها. من بعد ما درنا الخضره ديالنا كتسلق، غادي نخليوها تسلق تقريبا مده ديال ربع ساعه، غادي نزيدوا فيها 3 ديال الفصيصات ديال الثوم ونخليوها تسلق، وغادي نسدو عليها الكوكوط، ولا غادي نخليوها غير من الفوق. حاولوا ديروا الماء كافي، لان انا كنت عندي واحد الفكره بان الخضره الا تفورات يعني احسن من الخضره الا طابت في الماء، ولكن مؤخرا سمعت الدكتور الفايدي يعني كيقول بلي الخضر ملي كطيب في المرق ديالها كتستفدي منها، يعني الخضر ملي كطيب في الماء ديالها كتستفدي منها احسن. داكشي علاش ماشي يعني الا كتسلق في الماء وتحيدي الماء وتخويه، لا، تحاولوا تخليوا الماء الكافي باش ديك الماء هو اللي غادي تطحن فيه. من بعد غادي نزيدوا لها شويه ديال زبيب هذا العود، وغادي نكملوا الماء باقي من بعد، وغادي نزيدوا شويه ديال الملحه وشويه ديال السكينجبير حتى
صراحه راه هاد الشوربه راه كتجي لذيذه، راه ما غاديش تصوروا المذاق ديالها. كنتمنى تجربوها ان شاء الله، راه غادي تعجبكم. يعني الناس اللي غادي يجربوها كنتمنى يردوا عليا في لي كومونتير. وراه سخونه كتسخن الجسم ديالنا، وحتى الوليدات راه غادي تعجبهم ان شاء الله. غادي نغطيوها ونخليوها طيب وندوزو نطحنوها ونشوفو كيفاش غادي تكون الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. الشوربه ديالنا بعد ما طابت هي هذه، دابا غادي ندوزو نطحنوها، نزيدو فيها شويه ديال الزويت هاد العود وشويه ديال الكمون وندوزو للتقديم النهائي. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا، كتجي على هذا الشكل، كتجي خاطره بزاف وزوينه. كنتمنى تجربوها، غادي تعجبكم ان شاء الله. كتقدروا ترافقوها يا اما مع الفرماج على حسب الوليدات واشنو كيبغيو لكم. انا كندير لهم شويه ديال المكسرات، شويه ديال اللوز، شويه ديال الذريعه الكرعه الحمراء ايضا، حتى هي كتجي زوينه وكتجي بنينه. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم، ودخلوا عليكم بالصحه والمنفعه. شكرا بزاف.